اوبا ليف ستايل ليف ستايل اوب 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 اوبا ليف ستايل ليف ستايل اوبا ليف ستايل. ملاحظة: كادر برنامج ليفة يعمل وفق المثل الشعبي من حبك لا شاك، لذلك كل اللي يطلعون بالبرنامج احنا نحبهم ونحب نتشاقى وياهم. وللتنويه فقط، احنا نشتغل حسب المادة 38 من الدستور العراقي، تقدرون تشوفوه. كان يا ما كان في فد مكان وفد زمان، العراقيين يلتمون أمام البرلمان، يطالبون الحكومة بشي واحد، يا ترى شنو كان؟ أهلا بكم. تظاهرات عارمة في أنحاء العراق تطالب بإلغاء الانتخابات وبقاء الحكومة، والسبب أن الشعب العراقي راضي 120 باللوفة ومرتاح آخر هندسة على حكومته، كل وزاراته وكتلها السياسية وأحزابها. ننتقل مباشرة إلى ساحة شنو؟ ينتحرون؟ مشاهدينا، هناك مجموعة من المواطنين يهددون بالانتحار في حال استقالة الحكومة. معنا من ساحة التحرير صبا، ماذا يجري عندك؟ أحمد، اللي صاير هو التالي، هذولا أكو واحد يريد ينتحر احتجاجاً على استقالة الحكومة، قال إذا ما رجعت الحكومة راح يتشيت من الرصيف للقاع، وأكو واحد يريد يحرق نفسه بنزين محسن مدبرة من محطة المنصور. يعني أكو بنزين؟ هذا مو موضوعنا مشاهدينا. شكراً صباح مشاهدينا. ننتقل إلى مبنى الحكومة، وهناك تصريح ومؤتمر صحفي عاجل من الناطق باسم الحكومة، روح نشوفه. جاهزين؟ نبلش؟ أيها العراقيون، ستي الخواتي، أنتم خوش شعب وناس ما تنكر الجميل، بس إحنا راح نترك الحكم، ينصار لنا سنتين وحسينا نفسنا ما قدمنا شيء، بالرغم من الفيخان اللي انتم عايشين بيه والانفلاق الخرافي لكل مواطن والفلوس والسفرات والفلل، وحسينا نفسنا ما قدمنا شيء. الضمير يا اخوان، الضمير دا يأنب وكل شيء ولا يشتغل تأنيب. أيوة المواطنون، مثل ما تشوفون الشعب مصر على الحكومة تبقى، وهي مصرة تريد تطلع. صبا، شنو الأخبار عندك؟ بشري، الشعب لا زال متمسك بحكومته، ما يصير، لازم يبقون لازم يبقون. فبكى الشعب العراقي، وبكى رئيس الجامعة العربية، وأغني على فراش بان كي مون، وبكى واحد ما له علاقة بالموضوع. لذلك راح يتبدل شعار الجمهورية إلى سبع عيون خوفا من الحسد، وتأجلت الانتخابات إلى أن يطالب بها الشعب مرة أخرى، وعاش وعيش سعيدة. نعم مشاهدينا، إنها قصة حقيقية. تدرون شنو صار بالفترة الماضية؟ حتى صار عندنا تغييرات بالمناصب الإدارية. أنا رئيس الشعب، هاي رقم واحد. شوفوا، خلي أشوفكم الفشل بالإعمار بأوروبا. الفساد الإداري بأوروبا أكلها أكل، أصلاً حتى الأوروبيين حاسدينه وغيرانين من عندنا. أقول الغيرة، لو اكو لقاح او ابره الغيره كان اشتريتها وانطيتها لذولا. اكو اوبر مال غيره ومال حسد وراح يوزعونها بالحصه، واوبر مال يحطوها بالوريد. اما بالنسبه للرواتب اللي يستلموها المواطنين كل شهر ويا الحصه، فهي مبالغ فد شيء دخل المواطن. انت تعلم ان دخل الانسان الفرد العراقي ايش قد اصبح؟ $3,000 الان دخل الفرد العراقي. فيخان، طقوق، انفلاق. يعني ايش تريدون يسوون بعد؟ يطيرون خو ما يطيرون؟ يا في كذب، يا
شاف الكذب، شاف الكذب، شاف الكذب. اوبا ليفا ستايل، ليفا ستايل، اوب 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 اوبا ليفا ستايل، ليفا ستايل، اوبا ليفا ستايل.